صباح الخير يا سيادة الرئيس. صباح الخير. مع حضرتك أشرف أحمد باشا بالأصل. صباح الخير يا فندم. مع حضرتك أشرف أحمد باشا بالأصالة عن نفسي ونيابة عن شركائي، بنشكر حضرتك على تشريف سيادتك بافتتاح مصنعنا تكسو نور لصباغة وطباعة وتجهيز الأقمشة والمنسوجات بأنواعها المختلفة. سيادتك يا فندم، المصنع طاقته الإنتاجية 34 طن يومي، وعدد العمال 150 عامل حاليا، يصل إلى 500 عامل بنهاية عام 24 إن شاء الله. احنا سيادة الرئيس ثلاث شركاء، عندنا ثلاث مصانع للنسيج. كان هدفنا وكان حلمنا اننا نحقق التكامل باضافة مرحلة الصباغة والطباعة والتجهيز لمنتجات مصانعنا الحالية، بحيث نقدر نعلى بمستوى الجودة ونحقق السرعة في الانتاج، والاهم تخفيض تكلفة المنتج النهائي، باللي يمكننا من المنافسة في الاسواق الخارجية. سيادتك حاليا بتصدر لدولة الجزائر، وبنسعى لفتح اسواق جديدة في بعض الدول العربية والافريقية، وده يتحقق ان شاء الله بفضل دعم سيادتك لينا والدعم اللي بتقدمه الدولة المصرية للصناعة. أنشأنا المصنع وقابلتنا بعض التحديات، وتواصل معنا فريق دعم الصناعة بمبادرة ابدأ، اللي بنوجه ليهم كل الشكر على مساعدتنا في تذليل كل الصعوبات والعقبات. والحمد لله يا فندم، المصنع بدأ التشغيل بالفعل. بنتهز الفرصة يا فندم وبستأذن سيادتك إننا نقدم هدية لأطفال قرى حياة كريمة، عبارة عن 5000 طقم ملابس بما يعادل مليون جنيه. شكرا سيادة الرئيس، وكل عام وحضرتك بألف خير. أنا اللي بشكرك، وربنا يا رب يوفقكم دايما، وكل سنة وانتم طيبين. شكرا.